عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم ولاد عامل ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد درس في الادب في العصر العباسي، وهنطبق عليه كمان نص من النصوص في العصر. لو اتكلمنا عن الادب في العصر العباسي، كان في اختلاف من اول ما قامت الدوله العباسيه، وهي قامت سنه 132 هجريه بعد نجاح ثوره ابي مسلم الخراساني ضد الامويين، وترتب على ده نقل العباسيين مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد، وقد أدى ذلك إلى تأثر العرب بالحضارة الفارسية. هما كانوا عندهم الأول الحضارة العربية اللي كانوا عايشين فيها، ولما راحوا مكان جديد تأثروا بكل حاجة حواليهم من الحضارة الفارسية الجديدة. في بناء القصور اللي شيدها الخلفاء العباسيين، وتقليد العرب للفرس في انواع الاطعمه والاشربه والملابس حتى اللي كانوا بيلبسوها. كانوا في نظام معين في الحياه البدويه والصحراء، اتأثروا لما راحوا وشافوا حضاره جديده، بداوا ان هم يبقى عندهم طرف في بناء البيوت بتاعتهم، وبدات تبقى قصور، بدأوا إن هم يغيروا حتى في الأشربة والأطعمة والملابس اللي كانوا بيلبسوها. طيب إزاي تأثروا دينيا في الوقت ده؟ انتشرت دعوات دينية غريبة عن المجتمع العربي. هنلاقي بعض الحاجات الجديدة انتشرت وما كانوش يعرفوها. من خلاله كمان الزندقة اللي هو حاجة بالدين والخرقة، وشيوع النجوم في طوائف الناس. ولا يعني ذلك ان المجتمع العربي كان منحلا، انما اقتصر ذلك على طبقات محدوده منه، بعض الناس مش كل الناس. وبدليل ان قصاد ظهور الزندقه ظهر الدعوه الى الزهد، فرد فعل لتيار النجوم والزندقه اللي ظهر في الوقت ده. فكانت المساجد عامره بالعباد والوعاظ، وكان الناس مهتمين جدا بالقران الكريم وبالسنه. العربية، وقد ظهر علم يسمى علم الكلام بسبب حدوث جدل بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى. إحنا عارفين إن إيه دلوقتي الأديان الجديدة ظهرت، فعشان المسلمين يحاولوا إن هم يرجعوهم لدينهم الصحيح، بقى فيه جدال. الجدال ده وسموه علم الكلام، وقد زعم المعتزلة الرد على أصحاب هذه الأديان. وقد ظهر الكثير من العلماء والفقهاء اللي اهتموا بتفسير القرآن الكريم والحديث، وظهور تسمى كتب الصحاحة. كتب الصحاحة زي ايه ولاد؟ زي صحيح البخاري، صحيح مسلم. وظهر مذاهب فقهية الأربعة، أربع مذاهب فقهية ظهرت في العصر ده. وقد كان العلوم اللغوية والأدبية مكان ومكانة في النهضة العلمية في العصر العباسي، فقد ظهر في البصرة والكوفة مذهبان لغويان يهتمان بالتأصيل بالدراسات النحوية، بدأوا يدرسوا النحو واللغة بسبب إن هما دلوقتي دخلوا على مسلمين جداد ما يعرفوش اللغة العربية الصحيحة، بدأوا يأصلوا للغة والنحو عشان تفضل اللغة العربية ليها مكانتها الكبيرة اللي بتفضل عليها دلوقتي، ويبقى تأسيس ليها عشان يهتموا بيها وتفضل موجودة. وظهرت مذاهب أدبية متنوعة في الشعر وفي الأدب، وبالتالي اتعددت الأغراض الشعرية، وظهر منها بعض الأغراض الجديدة. وكمان تجدد النسخ وتنوع بين الخطابة وبين الكتابة. وشهد العصر العباسي حركة بتسمى حركة تدوين للعلوم الأوائل وتصنيفها وشروحها من علوم دينية ونقدية. بدأوا يدونوا العلوم دي، العلوم الأولى والكتب بتاعتها عشان تكون مراجع ليهم. وظهرت كمان حركة الترجمة. حركة الترجمة كان بينقلوا العلوم المختلفة من العربية ليها او العكس،
وبيرجع الفضل ذلك للخليفة المأمون اللي كان مهتم جدا بتدوين العلوم وحركة الترجمة. ده أكيد هيأثر على الشعر وعلى النثر. طب هيأثر على الشعر إزاي؟ الأول هنلاقي إن في سمات الشعر العصر العباسي إن ظهر أغراض جديدة وأغراض قديمة كانت موجودة واتطورت. إيه هي الأغراض القديمة؟ عندنا المدح، الهجاء، الغزل، الاعتذار، الرثاء، الفخر. في بعض الأغراض الشعرية الجديدة زي إيه؟ زي وصف الدور والقصور، وصف الحدائق، وصف الطبيعة، وصف مجالس النهر، ده اللي اتأثروا بيه من خلال الحاجات الجديدة اللي ظهرت عندهم بالأشياء الاجتماعية الجديدة بالحضارة الفارسية. ده أثر كمان على اللغة، خلى الألفاظ عندهم أسهل في العصر القبلي، واتجه بالصور والمعاني للعمق، ونتج عن ذلك أن أصبح الخيال فيه صورة معقدة. ده بالنسبة للشعر. طيب النثر حصل فيه إيه؟ ازدهر الأدب في العصر ده وخاصة النثر، وكان من أشهر الكتاب اللي كتبوا في العصر دوت في النثر كان واحد اسمه العماد الأصفهاني. وظهرت في العصر ده حاجة اسمها الرسائل الوصفية، دي ما كانتش موجودة، وهي نوع من النثر الفني الذي يعبر فيه الكتاب عن أنفسهم وما يعتمد فيه من مشاعر وتجارب عاشوها ومواقف عاصروها، فهي تعبير عن ذات كاتبها وبراعته. كان الرسائل دي بتعبر عن الكاتب نفسه وعن مشاعره وعن تجارب هو عاشها. ايه هي الخصائص للرسائل الوصفية؟ بتتميز بإيه؟ احنا قلنا ان احنا في العصر ده زي ما ظهر زندقة ظهر كمان الناس كان في منهم متدين جدا، وظهر الزهد، وظهر ان الناس كانوا مهتمين بالقران الكريم وبداوا ان هم يدرسوه. هنلاقي في الرسائل الوصفيه دي التاثر بالقران الكريم. كمان في عندنا تداخل مع الشعر، بياخد بعض الحاجات من الشعر موجوده في الرسائل الوصفيه. استخدم المحسنات البدائيه، استخدم محسنات بدائيه كتير، والاعتماد دايما على الاسلوب الخبري عشان يبقى تقرير في الرسالة اللي هو بيقولها. طب ايه هي سمات النثر في العصر العباسي؟ اما يجي لك حاجة من النثر في العصر العباسي هنلاقي دي السمات اللي واضحة فيه. اولا سهولة الالفاظ، الالفاظ عندهم اسهل، وضوح المعاني والفكر، كثرة المحسنات، كثرة الاساليب الخبرية كتيرة قوي عن الاساليب الانشائية، قصر الجمل، جملة قصيرة والفقرات كمان قصيرة بتؤكد المعاني وانها اتأثرت بالقرآن الكريم. النص ده يسمى البيت وطن، واللي كتبه ابن رومان، وده كان في العصر العباسي. فاحنا عايزين نتعرف على الشاعر اللي كتب الابيات دي. ابن رومي ده لقب ليه، لان هو ما كانش عربي، لا كان بينتمي للروم من ناحيه الاب والفرس من ناحيه الام. طب مين هو ابن رومي؟ هو ابو الحسن علي ابن العباس ابن جريج. ده اتولد في بغداد عام 221 هجريه، وثقافته كانت عربيه اسلاميه،
فضلا عن الثقافات الاخرى اللي هو عرفها. وهو شاعر كان ليه موهبه فطريه ولا يتكلف في شعره، واحنا لسه قايلين ان هو كان بينتمي لنوبه من ناحيه الاب والفرس من ناحيه الام، عشان كده سمي ابن الرومي. التركيبه دي ان هو كان عربي وكمان عنده ثقافتين تانيين من تربيته، ثقافه الروم وثقافه الفرس، هنلاقيه عنده الشعر بتاعه مختلف، والشعر بتاعه كان جيد جدا ويتأثر بالثقافات المختلفة اللي حواليه. طب ايه مناسبة النص اللي هو كتب فيه؟ بيتكلم هنا في القصيدة عن ايه؟ أولا الشاعر هنا كان بيتكلم في القصيدة بتاعته كأنها شكوى للوالي. الوالي دون كان سليمان ابن عبد الملك ابن طاهر. طب هو بيشكي له من ايه؟ بيشكي له من ظلم جاره. كان ليه جار اسمه ابن ابي الكامل، ده ظلمه وكان عايز ياخد منه المنزل بتاعه، وهو كان رافض ان هو يبيع منزله وكان متمسك بيه جدا، لدرجه ان جاره دون اتلف له بعض جدران بيته عشان يضطروا الى البيع. يبقى الظروف اللي حواليه اللي خليته يكتب النص ده احساسه بالظلم من جاره، وان هو بيشكو للوالي. طبعا احنا دلوقتي في دوله، ما كانش يعني هو هيقدم شكوته دي للوالي، والوالي هو هيرفع الشكوى وهيبتدي يوصلها للشرطه اللي هتعمل ايه اجراءاتها. فكتب القصيده دي لانه هو طبعا شاعر، مش هيكتب بقى شكوى عاديه، لا ده كتب قصيده بيطلب من الوالي ان هو يكون عون ليه وياخد حقه من جاره دون، وبيكلمه فيه عن أهمية المنزل بتاعه اللي هو بيحبه جدا ومتمسك بيه جدا. ومن أول القصيدة وهو بيوضح لنا إن هو مش عنده أي فرصة، يعني مش عايز يتفاوض حتى على بيعه ولا بيفكر في بيع البيت بتاعه ده. تعال نقسم بقى الأبيات كده، هي المفروض 10 أبيات وهي حفظ. الأبيات دي هنقسمهم ل5 أبيات نتكلم فيهم الأول عنها، وبعدين ندخل على الأبيات اللي بعدها. هو بيقول إيه في الأبيات دي؟ ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرف الشباب ونعمة، كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن دان وجدت هالكا. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا رزقه أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. هنا بيتكلم الشاعر وبيبتدي شكوته للوالي، وبيوضح له قد إيه هو بيحب بيته ومش عايز يتنازل عنه. فبيقول إنه دي بيت، وبيسميه هنا ان هو البيت ده وطن. هو اكيد مش هو بيعظم في بيته، لا، احنا كلنا بيتنا بالنسبه لنا ليه اهميه كبيره، بالذات لما يكون البيت ده انت نشأت فيه منذ الصغر. واحنا صغيرين بنحس ان بيتنا ده هو كل حاجه بالنسبه لنا، هي كل ذكرياتنا، وكل ما بنكبر بنتمسك بالبيت بتاعنا اكتر. كمان زمان ممكن يكون الناس كانوا بيهتموا بالمنزل بتاعهم اكتر، لان كان في ناس بتبتدي انها تتولد وتعيش وتموت في نفس البيت. ممكن الفتره اللي احنا عايشينها ممكن بننتقل من بيت لبيت، منزل لمنزل، حسب المكان بتاعنا، حسب العمل. انما دلوقتي زمان كان اكتر تمسكهم بالمنزل بتاعهم. فهو بيقسم ان هو بيحبه جدا، وان هو لن يبيعه ولن اترك غير يمتلك طوال حياتي. إن هو قضى فيه شبابه وعاش فيه ونعم. وهنا بيحاول يستميل الوالي وبيعظمه، وبيقول له أنا كنت منعم فيه زي اللي عاشه تحت رعايتك أيها الوالي. هو هنا مش بينافي الوالي، هو هنا بيستخدم أسلوب جيد عشان يفهم الوالي قد إيه هو بيحب بيته، قد إيه هو مش عايز يخرج من البيت ده. فبيقول له ان انا في البيت ده كنت عايش منعم في نعمه كبيره، النعمه دي ان هو عايش فيها حياته وشبابه وكل ذكرياته. وعشان يوضح له قد ايه النعمه دي كبيره، بيقول له ان هو زي الناس اللي عايشوا تحت.
حبت نفسي هذا البيت وارتبطت به ارتباط الروح بالجسد، فإن بعدت الروح عن الجسد هلك، وكذلك إن تركت بيتي. هنا بيشبهه إن هو المنزل اللي هو عايش فيه، البيت اللي عايش فيه دوت، يعني مرتبط بيه جدا روحه بجسده، ما يقدرش إن هو يبعد عنه. لو الروح بعد عن الجسد أكيد إيه؟ هيهلك، هيبعد عنه. طب هو ليه بيقول ان هو عايش في البيت ده ومتمسك بيه قوي كده؟ عشان النعيم اللي شافه فيه، ان هو اتعود عليه، ان هم عايشين في الحياه في البيت ده، ما يقدرش ان هو يخرج منه، وحاسس بيه ذكريات حياته كلها في قلب البيت ده. بعدين بيقول له: انما يجعل الناس يحبون بيوتهم انهم يحققون فيها الكثير من امنياتهم في فتره شبابهم. من الحاجات اللي هو بدأ يوضحها للوالي هو ليه بيحب بيته، ان هو عنده اماني كتيره جدا حققها في البيت ده في فتره الشباب، من اول ما كان صغير لغايه لما كبر، فحقق فيه حاجات كتيره جدا وقضى فيها احلى ايام حياته. بيقول: إذ ذكر الرجال بيوتهم ذكرتهم بايام شبابهم الجميله التي قضوها بها فاشتاقوا اليها. هو هنا بيقول ان انا حقق دي في البيت ده اهم اهدافه اللي حققها، وعشان كده هو متمسك بالبيت بتاعه لابعد حد، وما يقدرش ان هو يستغنى عنه ابدا، وما يقدرش ان هو يخرج منه. عشان كده في الاول خالص كان بيقول: اليت، يعني اقسمت الا، وقال هنا اولاد، يعني هي ان لا، اللي هو ما يخرجش من البيت ده، وان هو عهد بيه شاب شاب، يعني بدايه فتره الشباب، والنعمة اللي كان عايش فيها إنه حقق كل أهدافه فيها وحقق كل أمانيه، وإن هو بدأ حياته من هو صغير في هذا البيت. وعشان كده بيأكد إن هو كأنه بالظبط هو والبيت كالروح والجسد، لو خرجت الروح من الجسد خلاص هيهلك الإنسان، مش هيكون له أي وجود. كل ده هو بيحاول يأكد للوالي على أهمية المنزل ده ليه، وأهمية إن هو بيحقق فيه كل مقاربه كل مقاربه كل أهدافه اللي هو حققها في البيت. طيب لو نتكلم كده، هناخد كام صورة بيانية، كام صورة جمالية من الأبيات، ونشوف فيها إيه الجمال. لما نقول كده: ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالهم. هنا التشبيه ده تشبيه تمثيل، شبه نعيمه في ظلال بيته بنعيم القوم في ظلال الوالي. سر جمال هنا التوضيح، وبيوحي بعرفانه بجميل الوطن وفضل الوالي، بيحب جميل الوطن ليه وفضل الوالي عليه. فقد ألفته النفس، هنا استعارة مهمة عشان صور النفس بإنسان بيألف، وسر جمالها هنا التشخيص. فقد ألفته النفس كمان هنلاقي عندنا قد بتؤكد على إن هو النفس ألفت إن هي أحبت هذا المكان. إحنا دايماً لما بنكون عايشين في مكان لفترة كبيرة بنألف ليه، بنحبها، ما بنقدرش إن إحنا نغيرها، بتكون لنا مكان ثابت. هو عايز بكل الطرق يوضح للوالي قد إيه هو بيحب بيته ده، اللي هو بالنسبة له إنه وطنه. ولا تقتضي أفعالهم بفعلك، هنا دي يا ولاد استعارة مبنية، صور فيها الأفعال كأنها أشخاص، لا تقتضي بالأفضل، وسر جمالها هنا التجسيم. هيجي لنا في الامتحان تعرفين إن هو بيبقى فيه أكتر من اختيار، بنختاره على كلمة لها معناها مضادها حسب. يعني لو نبص هنا من الأسئلة دي، لو كلمة معنى كلمة ألفته في البيت التالي: زارته ولا أنست به ولا وجدته ولا شهدته، أقرب كلمة أحسن كلمة مناسبة ليا لإني أنا سبتي. طب معنى كلمة الصبا في البيت الأخير: الصغر ولا القوة ولا الحلم ولا الشوق. هنلاقي هنا الكلمة المناسبة ليها كلمة الصغر. طيب معنى عهود في البيت الأخير: مواثيق ولا عقود ولا أزمنة ولا وصايا. أقرب كلمة ليها إيه؟ عهود. العهد هنا معناه الزمن، يبقى عهود أزمنة. مضاد لكلمة نعمة في البيت الثاني: صدمة ولا ندم ولا نقمة ولا خوف. عكس كلمة نعمة إيه؟ نقمة. طيب الأبيات هنا تناولت سبب حب الشاعر لبيته.
ايه هو سبب حب الشاعر لبيته زي ما هي تناولتها الاداب؟ انه قضى فيه ايام شبابه منعما وحقق فيه الكثير من امنياته. قعد في البيت دون ايام شبابه كلها منعم بيها وحقق فيها الكثير من الامنيات بتاعته. طب ايه الفكره الجزئيه للابيات اللي هو الخمس ابيات اللي احنا بنستخدمهم؟ اولا ان الشاعر لم يفارق وطنه، الشاعر بيرتبط بوطنه ارتباط شديد، ان الشاعر يعترف بفضل وطنه عليه اللي هو بدا يوضحه ان هو حقق فيه كل اهدافه، ان هو عاش فيه ايام شبابه، ان هو مرتبط بيه ارتباط شديد جدا. حدد مما يلي نوع البديهة في أبيعه ومالكه. بين كلمة أبيعه ومالكه بينهم بين تصريح ولا جناس ولا انطباق؟ طبعا بينهم انطباق عشان هم عكس بعض. طيب ميز نوع الخيال في قول الشاعر، أوطانهم، ذكرتهم، عهود الصبا. ده تشبيه بليغ ولا استعارة مكنية ولا تشبيه مجمل؟ دي استعارة مكنية. طيب ناخد يا ولاد الخمس أبيات التانيين اللي هو بيتكلم فيهم الشاعر، بقيت الأبيات اللي بيتكلم فيها عن وطنه وعن حبه ليه. هو دلوقتي في الأبيات الأولانية وضح للوالي أهمية البيت ده بالنسبة له وهو حقق فيه إيه. طيب بقيت الأبيات بقى بيبدأ يوضح له جاره دون عمل له ايه وظلمه ازاي، وبيطلب من الوالي ان هو يدفع عنه الظلم ده. فيقول ايه؟ وقد ظلمني فيه لئيم وعزني، وها انا منه معصم بحبالك، واحدث احداثا اضرت بمنزلي، يروق الى بعيد منه المسالك، وراغمني فيما اتى من ظلماتي، وقال لي اجهد في جهد احتيالك، من القوم لا يرون حقا لشاعر، ولا تقتضي أفعالهم بفعالك، تجلي عن المظلوم كل ظلمات، وقدت نفوس الكاشحين مهالك. هنا الشاعر بيوضح للوالي قد إيه جاره كان بيظلمه. فبيقول لقد ظلمني جاري اللئيم بتعديه على بيتي، لذا لجأت إليك، لجأت إليك أيها الوالي عشان ترفع عني الظلم ده وتحميني من جاري. طب هو عمل إيه جاره؟ قال إن هو ارتكب أفعالا أضرت ببيتي وسلك طرقا عديدة ليجبرني على بيعه. هو طلب الأول منه إن هو يشتريه، ولما رفض بدأ إن هو يعمل له أضرار كتيرة في بيته عشان يضطر إن هو يبيعه. كما إنه أذلني وعاداني وقال لي متحديا ابذل كل ما تقدر عليه من حيل فلن تنفعك شيء. هنا يعني برضه بأسلوبه بيحاول ان هو يستنير الوالي وانه يفهمه ان هو الجار ده ظالم جدا، وان هو قال له ان هو يعمل اي حاجه، بقى انت عايز تعمل اي حاجه اعملها، مش هتقدر ان انت يعني تقدر ان انت ترفع الظلم ده عن نفسك، وان انا هقدر ان اخد بيتك في الاخر. وبعدين بقى بيوضح له، بيقول ان بعض الناس لا يحفظون حق الشاعر، هو حاسس ان الشاعر طبعا ليه مكانه، فازاي ان هم ما بيحفظوش حق الشاعر، ولا يقتدون بك ايها الوالي. هو دلوقتي بيفخم في الوالي ان هو بيعرف قيمه الشاعر قد ايه، والشاعر ده ليه قيمه كبيره جدا في افعاله الحسنه، وان الوالي ده بيحقق عدم بقى الظلم، وان هو بيحسن بيه الناس كلها، وعارف مكانه الشعر قد ايه. وبعدين بيبتدي بقى ان هو يطلب منه اكشف عني ايها الوالي ما وقع عليا من ظلم. انت اكشف عني، ارفع عني ايها الوالي ما وقع عليا من ظلم، كي ينجيك الله من المخاطر بان يلقي اعدائك فيها فيهلكوا بدلا منك. هو بيطلب منه انه يرفع عنه الظلم، وبيقول له ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت رفعت الظلم ده هينجيك من كل المخاطر، وأعدائك اللي هم بيحاولوا يلقوك في المخاطر دي ربنا هيرفع عنك المخاطر دي ويوقعهم فيها. طبعا دون برضو الكاتب والشاعر بيحاول بكل طرق الأسلوب الشعري إن هو يستنير الوالي، وإن هو يحاول يخليه يرفع عنه الظلم دون بكل طريقة. طيب ناخد كام صورة جمالية كده من الأبيات اللي فاتت. لو قلنا حبالك دي يا ولاد دي ايه؟ دي استعاره تصريحيه عشان صور فيها امان الوالي وحمايته الحبال بيمسك بيها.
ايه سر جمالها؟ سر جمالها التجسيم، وبتوحي بحسن ظن الشاعر في حماية الوالي. هو عنده حسن ظن ان الوالي دون هيحميه وهيرفع عنه الظلم. تجلي عن المظلوم كل ظلمة، جلي ده الشين ارفع يعني. فهو هنا بيصور الصعرة المكنية دي، صور الظلمة دي كأنها شيء مادي غطاء بيكشف. وسر جمالها ايه؟ التجسيم، بيجسمها. أحب به شرخ الشباب، دي كناية عن سعادة الشاعر بذكريات شبابه التي عاشها في بيته. وسر جمالها هنا الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. دي بعض الصور قليلة عن الأبيات اللي فاتت. طيب لما هيجي لنا بعض الأسئلة، هتجي لنا إزاي؟ هتجي لنا برضو اللي هو الاختيارات، نحاول كده نختار منها إيه أدق لفظة هي جاية في المكان دون بتناسبها. معنى كلمة ضامني في البيت الثالث، ضامني هنا معناها إيه؟ قتلني ولا روغني ولا ظلمني ولا نفسني، هنا معناها ظلمني. معنى يرعون في البيت التاسع، يحفظون يوثقون يفهمون يكرمون، هنا معناها ايه؟ يحفظون. مضاد وقطق في البيت العاشر، تمت اهملت تركت ضيعت، النائب معنى بتاعها ايه يا ولاد؟ معناها ان هو يبقي يبعث يضيع ضيع. ممكن يجي لنا سؤال، قارن بين موقف الناس وموقف الوالي من الشعر. الناس بيشوفوا الشعر بشكل والوالي بشكل تاني. الناس لا يحفظون حق الشعر ولا يقدرون، إنما الوالي بيحفظ حق الشعر ويقدره ويغمره بنعمته. وهنا المقارنة اللي بيعملها الشاعر دي عشان يعظم من الوالي ويحسسه إن هو إنسان بيرفع عنه الظلم، ويبتدي الوالي الحقيقي يرفع عن الشاعر ده الظلم اللي هو فيه. طيب حدد مما يلي الغرض من الأمر في قول الشاعر تجلي عن المظلوم. هنا الغرض من الأمر ده استعطاف ولا رجاء ولا نصح وإرشاد؟ لا، هنا نلاقيها الرجاء. إحنا اتكلمنا عن الأدب في العصر العباسي، وقلنا إن هو أثر على الشعر وعلى الناس. إيه أثر البيئة هنا في الأبيات دي؟ إيه اللي ظهر في البيئة هنا؟ الأبيات ظهرت في الشعر ووضحها لنا. هنلاقي مثلا ظهور الفساد والأخلاق السيئة، ده ظهر فين؟ في تصرف جار الشاعر، إن هو كان بيتصرف بصورة سيئة مع جاره، إن هو حاول ياخد منه منزله ظلم، إن هو حاول يعتدي عليه عشان يجبره على بيع المنزل ده. طيب تاني حاجة، رفعت مكانة الشعراء، إن الشعراء كان ليهم مكانة كبيرة أوي، عشان كده ابن رومي بيفتخر بنفسه جدا، وبيقول للوالي ان في بعض الناس مش بيقدروا قيمة الشعر، بس الوالي هو بيقدر قيمة الشعر. هو بيحاول يوضح له ان هو الشاعر ده ليه مكانة كبيرة جدا، واللي بيعرفها هو الوالي. طيب ايه كمان؟ رفع المظالم وتقديم الشكوى. لو ما كانش اولاد في دولة وهما بيرفعوا الظلم عن الناس وبيقدموا الشكوات ليهم او الشكوى ليهم، وان هو يقدر ان هو يشيلها عنهم، ما كانش اساسا الكاتب رفع شكوته للوالي وحاول ان هو يقدم له ده عشان يرفع عنه الظلم. فده بيبين لنا قد ايه ان الوقت ده كان دولة فيها سياسة، فيها نظام، فيها حاجات كتيرة قوي بتخلي الكاتب بيقدم شكوته دي وهو مطمئن، حاسس ان هي هتجيب نتيجة وان هو الوالي ده هيرفع عنه الظلم. ده دليل ان في الوقت ده ان هي الثقافات المختلفة اللي دخلت على العرب وبدأت تعملهم فهم جديد، ان هم يبدأوا يقسموا الدولة عندهم، ما يبقاش عندهم بس الشكل القبلي اللي هم كانوا عايشين فيه. طبعا ده واضح جدا من الأبيات اللي وضحها لنا ابن رومي. ولو عايزين برضه تعرفوا حاجات عن ابن رومي، ابن رومي كان رغم إن هو كان شاعر يعني جميل جدا وشعره حلو جدا، بس هو كان
من سماته الشخصية التشاؤم، وده برضو واضح عندنا في الأبيات بتاعته، إن هو بيتكلم بإحساس عالي قوي إن هو متضايق جدا من تصرف جاره، بس بشكل أكبر لأن هو أساسا كان عنده صفة التشاؤم دي زيادة جدا من الصفات الأساسية اللي كانت موجودة فيه. بس واضح برضو من خلال النص قد إيه هو كان الأبيات بتاعته بتوضح قد إيه إن الوقت اللي إحنا كنا موجودين فيه في الوقت ده، قد إيه إن النص الألفاظ بتاعته سهلة قوي، قد إيه إن هي حتى ممكن بعض الكلمات هنلاقيها واضحة بالنسبة لنا، مش محتاجين إن إحنا نفهم فيها قوي زي الباقيين، مش محتاجة حاجة كبيرة إن إحنا نفهمها، بعض الكلمات بتوضح بقية الكلمات إيه هي. طيب أنا المفروض إن إحنا بيجي لنا مش نفس الأبيات، بس بيجي لنا أبيات على نفس الطريقة، أبيات في نفس العصر، فإحنا هنطبق معاها نفس الطريقة. أولاً أنت هتحاول تفهم الموجود قدامك من خلال أنت فهمت النص ده بيتكلم من الأول عن إيه، كلمة هتفهمك الكلمة اللي بعدها عشان خاطر لما تيجي تحل الأسئلة تبقى بالنسبة لك أسهل. كمان أنت لما تعرف سمات الموجودة في العصر ده، وقد ايه ان العصر ده كان بيمتاز بشيء جديد، ان الالفاظ بقت اسهل، ان هو بيتاثر بالقران الكريم، ان هنلاقي حتى الناس عندهم بقى متاثر بالشعر، الحاجات دي هتخليك تفهم ازاي تقدر توضح نص لو جات لك اي نص ان انت تقدر ان انت تحل فيه يبقى اسهل بالنسبه لك. يبقى عايزين نفتكر كده بسرعه، احنا الاول اتكلمنا عن تعريف الشاعر ده هو مين؟ ان هو ابو الحسن علي بن العباس بن جريج، واحنا قلنا ان هو اتولد في بغداد، وثقافته العربيه اللي هو كمان كان معاها الثقافه الروم وثقافه الفرس دي، ان هو كان والده ووالدته من الروم ومن الفرس، وعشان كده كانت الموهبه بتاعته الفطريه دي كان هنلاقي الشعر بتاعه ليه مميزات معينه. طيب النص بتاعه ده هو كان بيتكلم ايه؟ بيتكلم بيه الشكوى، والشكوى دي لان طبعا هو شاعر مش هيقدمها شكوى عاديه، لا ده هيكتب قصيده للوالي عشان خاطر يرفع عنه الظلم اللي هو يعني حس بيه من جاره اللي هو كان بيتلف له الجدران بتاعته بتاعت بيته عشان يضطروا ان هو ايه يبيع البيت ده بتاعه. وبعدين اتكلم النص ده عنها، وسهل جدا ان احنا سهل قوي ان احنا نقسم الابيات ونحاول نعمل منها المعاني ونطلع منها في الاخر بالشكل اللي احنا نحل فيه بصوره سهله جدا. ده كده الادب في العصر العباسي وتطبيق النص عليه، يا رب يكون بالنسبه لكم بقى سهل، وان شاء الله يبقى في المره الجايه ناخد حاجه كده تانية عن العصر ده مثلا نسل عشان نوضح الفرق بينهم. إن شاء الله تكون استفدتوا منها، والمرة الجاية إن شاء الله ناخد حاجة يعني تانية في برضه العصر العباسي.